فضيلة الشيخ، رجل اتصل على فتاة مراهقة وهي في الحج في الحرم، وقال لها بأنه يعشقها ويحبها، فهل يأثم على ذلك؟ هذا لا يجوز، لا يجوز. أولا يحترم أنه في مناسك الحج والعمرة، ثم يحترم بيت الله الحرام، ويحترم الكعبة والصفا والمروة، فهو آثم. الله المستعان، الله المستعان. ولا سيما وهي شابة أجنبية مراهقة شابة.